عزيزي المشاهد الكريم، اهلا وسهلا بك في برنامجك مستني ايه. في الواقع في الايام الاخيره نتحدث عن موضوعات من المهم جدا ان نقف امامها لنرى اين نحن. فسنتحدث بمشيئه الله في هذه الفرصه عن التجديف على الله. يا للأسف أناس كثيرون يجدفون على الله في أنحاء وأرجاء كثيرة. صدقني، في بلادنا وغير بلادنا، ثق في كلماتي، بلغتنا وبلغات أخرى يجدفون على الله. نعم، إنه في الأيام الأخيرة، في الأزمنة الأخيرة الهائجة الصعبة، يقول الوحي المقدس الناس يكونون مجدفين. صدقني صدقني، سمعتها وحكيت إلي وأقرب وقت قبل أن أدخل لهذا الاستوديو، حتى في تهريج بعض الشباب من الجنسين، حتى في كلماتهم العادية، في أفعالهم وردود أفعالهم، في نكاتهم، في ضحكاتهم، في سهراتهم، يجدفون على الله. آهي آهي في الذين يجدفون على الله وكأنهم يغفل عنهم من هو الله، الله الحكيم، الإله العليم، الإله الذي به توزن الأعمال وتوزن القلوب وتوزن الأرواح، الإله الذي يعلم بخفيات قلوبنا وسرائر نفوسنا، الإله الذي سيدين سرائر الناس. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل نتحدث عن هذا الموضوع، التجديف على الله. الله إلهنا العظيم، من خط الكون بكلمة منه، من خلق السماوات والأرض وكل ما عليها، من بنفخة منه خلق الإنسان، خلقه على شبهه، كلي القدرة والسلطان، يمجده كل حي والخليقة تسبح باسمه، الشمس والقمر، النجوم والكواكب. نسمع سبحه في زقزقة العصافير، في خرير مياه الجداول، في صوت النسيم العليل، في ضحكة طفل رضيع. لكن الإنسان وحده سكت لسانه عن تمجيد الله، وبدل كلمات التسبيح يهزأ بتجديف. عزيزي المشاهد الكريم، أهلا وسهلا بك في برنامجك مستني إيه. سنتحدث في هذا الوقت عن التجديف على الله. يا للأسف، عشان أتكلم عن التجديف على الله لابد أن أشوف نماذج عملية إمتى جدفوا على الله، وأيضا أشوف أقوال أليمة على الله وضد الله. الأول هشوف بعض الحاجات السريعة في سفر الرؤيا أصحاح 16، بيقول هذا التعبير القاسي، يقول
في رؤيا 16، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله. من هو الله الذي له سلطان على هذه الضربات؟ ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. التجديف على اسم الله رغم ان فيه احتراق، رغم ان فيه نار، دي لسه هنا في الارض. طب وكم وكم في المستقبل؟ كم وكم في النار الموجودة في البحيرة المتقدة بنار وكبريت؟ اسمع حاجة تاني، بيقول الناس كانوا بيعضوا على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء. جدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. شيء غريب. ثم بص بقى في عدد 20 من ذات الأصحاح، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. البرد ده اللي هو وزنه يوصل وزن القطعة الواحدة 34.5 كيلو جرام، يعني 75 باوند. تجديف على اسم الله، تجديف على الله. طب توبوا، طب ارجعوا، ولم يتوبوا عن أعماله. طب فرصة انك تراجع نفسك، انك تتوب، انك ترجع، انك تتعقل، انك تفطن. لو عقلوا لفطنوا وانتبهوا الى اخرتي، لكن للأسف جدفوا. حيوة انا بقول لك الكلام ده، اتذكر واحد صديقي كان بيتابع حادثة سبتمبر 11 او 11 سبتمبر 2001، فبيقول لي حاجة، بيقول لي المصورين في الوقت ده في ناس بينقذوا البعض، قالوا هما بينقذوا البعض، للأسف اللي بينقذوا دول مش يشكروا ربنا، مش يمجدوا ربنا انهم انقذوا، لكن للأسف كانوا بيجدفوا على الله، بيجدفوا على الله. قبل ما ادخل كنت بسمع انتشار التجديف على الله في أنحاء وأرجاء كثيرة. افتكر من 25 سنة كنت شاب في دولة عربية، وفوجئت وأنا ماشي في الشارع لقيت المسبة على الله والتجديف على الله منتشر بطريقة للأسف رهيبة، وحزنت وتأثرت. يا للأسف، تجديف على الله. إن شعار مجدفون على الله ما ذكر في سفر حزقيال أصحاح 8، بيقولوا إيه دول؟ بيقولوا كده كلام قاسي وكلام أليم وكلام يحزن ويدمى له القلب والجبين. فقولوا بص، الرب قد ترك الأرض، الرب لا يرانا، ربنا مش شايف حاجة، الرب قد ترك الأرض، ناخد راحتنا، نجدف بطريقتنا، نعبد العبادة اللي عايزينها. ألا تعلم مشاهدي العزيز أن الرب يعلم ويرى كل شيء؟ ألم يقل المختبر في المزمور 139، يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، مسلكي ومربضي للريب، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت يدك علي. أين أذهب من روحك؟ ومن وجهك أين أهرب؟ ويقول هذه الافتراضات، إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، فرشت في الهاوية فأنت، إن أخذت جناحي الصبح وهناك سكنت في أقاصي البحر. أنت يا رب تعرف كل حاجة. أقول في إرمية 23 عن شخصه أنه قريب، أقول إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب. خفيات
صلاتنا في نور وجهك، في ضوء وجهك يا رب، بكلمة ربنا وبأشعة الكلمة نفسها بتكشف خفياتنا، بتكشف خبايانا، بتكشف كل حاجة جوانا. الله يرى كل شيء إن كان شعارهم. رب لا يبصر، رب لا يرى، رب قد ترك الأرض. لا لا لا، هيهات هيهات. إذا كان الكتاب المقدس في سفر الجامعة الأصحاح الأول بيتكلم عن العين ويتكلم عن الأذن، وفي مزمور 94 ومواضع تانية يتكلم بصفة خاصة، يتكلم عن الصانع العين، ألا يبصر يبصر يبصر. أجيب قول من أقوالهم في سفر صفانيا الأصحاح الأول، يسميهم الجامدين، القاسيين، المستقرين على درديهم، أي على العكار أو المستوى الرديء اللي فيه، اللي بيقولوا كده عن الله. اسمعها عزيزي، اسمعها عزيزي، وهي أليمة لكن مضطرة أقولها، إن الرب لا يحسن ولا يسيء. ياه يا للفجيعة، يا للشر، الرب لا يحسن. ده أنا أقول إن من إحساناتك يا رب إننا لم نفنى، مراحمك جديدة في كل صباح. أقول كما قلت عن إحسانات الرب كما ذكر في مرث إرميا 3، وأقول أيضا كما ذكر في المزمور 116، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناتي؟ ماذا أرد ليك يا رب؟ ماذا أقول؟ ماذا أجيب؟ ماذا أتحدث عن إحساناتك؟ أنت تحسن إلي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمدت جروحي، أنت قريب جدا لي، أنت حبيب قلبي وروحي. أشوف صورة أخرى في سفر أيوب أصحاح 21 وأيضا أصحاح 22، حيث يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لنصر. وصل أمر أنهم بيقولوا إيه؟ من هو القدير حتى نعبد؟ وماذا ننتفع إن التمسناه؟ نعم، إنه القدير فلماذا لا أعبده؟ إنه الحبيب فلماذا لا أسجد له؟ إنه الرحيم فأنا ممنون قلبياً وفكرياً وكيانياً بالولاء والانتماء له. إذا كانوا الكباتن بتعوت الكورة بيكتبوا على التيشيرت بتاعهم بفخر I belong ويكتب البلد، دعونا نكتب على قلوبنا I belong Jesus، أنا أنتمي ليسوع، I belong My Lord، أنتبه لربي، انتمي لربي بكل ولاء وكل اهتمام وكل انتماء. نحن نلتمس الكثير من الخير، بل نعيش في الخير، بل يتقدمنا الرب في الخير، بل يحيط بينا بخيرات كثيرة جدا، نفوسنا تتمتع بخيراته من كل ناحية. عزيزي المشاهد الكريم، دعنا أقول لك صورة أخرى وردت في أشعياء أصحاح 30 عدد 10 و11. الناس بتقول بقى في أنبياء وفي ناس أقامهم ربنا وكم أداة ووسيلة وواسطة وقنوات يصلوا للشعب، وهم أوجدهم الرب. ليكن، يجي الوقت من الأوقات وتقول عامة الشعب لهم، بصوا بقى أيها الرائين لا تروا، أيها الناظرين لا تنظروا، لنا المستقيمات. عايزين إيه؟ عايزين كلام ناعم، كلمونا بالناعمات. عايزين مخادعات، انظروا مخادعات. حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل.
إذا كان هؤلاء يقولون هذه الكلمات، رد الرب عليهم إيه؟ رد الرب عليهم ورد في سفر ملاخي أصحاح 3، وهم يجدفون على الله ويتصرفون هذه التصرفات الغير مسؤولة. يقول لهم الله: أقوالكم اشتدت علي، قال الرب. أقوالكم زادت، وصلت لمستوى رهيب أليم، تستذنبوني. لقد ذكر في كلمة الله بالتحديد وهم يجدفون على الله بكلمات قاسية جدا. فمثلا قلتم: ماذا قلنا عليك؟ قلنا عليك ايه؟ قلتم: عبادة الله باطلة. شوف الإنسان بيقول عبادة ربنا باطلة، وما المنفعة من إننا حفظنا شعائره وسلكنا بالحزن، يعني عدنا باستقامة قدام وبعدنا عن الأفراح الأرضية الزمنية، وما بعدنا عن السهرات وبعدنا عن العلاقات، استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ مش اكتر من كده، ده بيقولوا اكتر، بيقولوا احنا بنطوب المستكبرين. المستكبرين تطوبوهم، تقولوا يا بختكم يا سعادتكم يا حضرات المتكبرين، حاجة غريبة الشكل. أليس مكتوب الله يقاوم المستكبرين؟ لكن هنا بيطوبوا المستكبرين، يطوبوا فعلة الشر، يطوبوا اللي جربوا الله وفي نظرهم نجوا. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، ترى هؤلاء يتركهم الله يستمرون في التجديف عليه؟ الله يغض الطرف عنه يسيبهم؟ مش ممكن. هؤلاء يسميهم أعداء، يقول عنهم عن الأعداء: أما أعدائي الذين يريدوا أن أملك عليهم، أن أملك علي أعداء، أعداء الرب، أعداء صليب يسوع المسيح، اللي بيبصوا للأمور الأرضية، اللي يفتكرون في الأرضيات، اللي تركوا الرب، اللي استغانوا بالقدوس، اللي تجنبوا معاملاته وتجنبوا طرقه وتجنبوا أن يلتمسوه بقلوبهم وأفكارهم، اللي أظلم قلبهم الغبي، اللي ابتعدوا عن الله وكانوا يجدفون على الله. يقول الوحي في العهد الجديد في إنجيل متى وأصحاح 12 كلمة عن هؤلاء المجدفون، فقل وبالتحديد عدد 30: أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس، أما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ياه، في إنجيل مرقس أصحاح 3 يوضح هذه الجزئية في عدد 29: إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها، ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. إيه التجديف هنا الذي لا يغفر؟ هو تجديف مستمر، هو تجديف دائم. من جانب آخر هو تجديف على شخص المسيح، لأن في الوقت ده قالوا إن معه روحا نجسا. يا للهول والفجيعة! فمن أجرى العجائب والآيات والقوات والعظائم والمعجزات يقول عليه هذه الكلمات: يا للهوى. لكن عايز أقول لك النهاردة، إن في نهاية لهؤلاء المجدفين،
نهايتهم نتكلم عنها بعد هذا الفاصل. التجديف خطية عظيمة ذكرها الكتاب المقدس بأسى. الإنسان صنيع الله ينقلب عليه، ينقلب على بارئه، يشتم، يلعن، يتكلم ضد الله الحي، والأدهى أنه لا يبالي، لا يشعر بالذنب، لا يتألم لما فعله أو يراجع نفسه، ويتمادى فيما يفعله إلى أن يسمع صوت الله بوضوح إن هذه الخطية لا يمكن أن تغفر، إلى أن يصل حيث الندم لا ينفع والدموع لا تشفع بل نار متقدة، بكاء وصرير أسنان، ويسمع صدى صوته من بعيد يسألنا مستنيه. عزيزي المشاهد الكريم، في هذا الحلقة حيث نتحدث عن التجديف على الله توقفنا عند السؤال: ما هي نهاية المجدفون على الله؟ في سفر صفانية الأصحاح الأول يقول: وأعاقب، أعاقب، إذن في عقاب. في رسالة العبرانيين أصحاح 10 يقول: فكم عقابا، شوف العقاب اهو، كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا، مستحقا من داس ابن الله. ده اللي بيجدف على ابن الله، واللي بيحسب دم العهد أي دم المسيح الذي قدس به دنسا أو دم عادي دنسا. حاجة التالتة: يزدري بروح أي تدبير أي بجو النعمة في المسيح يسوع. عقاب، كم عقاب، وهذا العقاب مخيف، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، مخيف. الرب يدين، الرب يدينهم. إن كنا قد رأينا أنه مخيف والوقوع في يدي الله، أقول الكتاب أيضاً في صفانية 2:11: الرب مخيف إليهم، مخيف في دينونة، في عقاب. طيب عزيزي، عايز في النهاية أقول لك حاجة: هل من علاج لكل رجل أثيم شرير بعيد عن الله؟ من حيث بدأت أنتهي، في رؤيا أصحاح 16 لم يتوبوا عن تجديفهم على اسم الله، لم يتوبوا عن أعمالهم. إذن من هنا أقول: يتوبوا، يرجعوا، يمجدوا الله في حياتهم، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فارحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. الرب قريب لكل الذين يدعونه. أطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. أترك الشر، أترك الرذيلة، أترك التجديف، أترك الإهانة، أترك الجمود، أترك القسوة، أترك الغباوة، أترك الجهالة، وتب، تب توبة قلبية حقيقية، ارجع لإلهك، متع بالغفران،
والإحسان من رب الأنام، والرب معك في برنامجك مستني إيه؟